تجسيد ام زي ديت لاحزانها وباين عليها انها لا يعني بتقول مش يعني ما كانش خساره انك تكون موجود في النادي الاهلي، دي ليها معاني كبيره جدا تدل فعلا ان قيمه النادي الاهلي كبيره، وان التضحيه حتى لو كانت يعني بالروح يعني خساره، لكن طبعا النادي الاهلي زي ما احنا بنقول دايما، وعجبني جدا انها تكون متواجده في الحاجات ديت بصراحه. يعني عجبني جدا في كل ذكرى انها بتكون متواجده. يعني بعض الناس تقول لك يعني انتوا بتعملوا انتوا، هو ده المطلوب، ان هي دي الرساله، هي دي الرساله، وهو دوت